استقبل سمو اللواء ركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي بمكتب سموه في معسكر الروضة، وبحضور سمو المقدم الركن الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة، اللواء ركن البحري وايمان هوارد قائد العمليات الخاصة بالقيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق. وخلال اللقاء رحب سمو قائد الحرس الملكي بقائد العمليات الخاصة بالقيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق، وقد بحث سموه مع الجانب الأمريكي تعزيز التعاون العسكري المشترك بين البلدين، مشيدا سموه بقدم وعمق العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية في جميع المجالات وعلى كافة الأصعدة.